هيدا كتيب الجامعة، وهيدي الصفحة الأولى تبعيته. وهيدي الصفحة الثانية، وهيدي الثالثة. يعني هلا هو كليته بأربعضه، كليته عنا تفصيل مفصل عن الجامعة وشو مهمة وشو هو المشروع تبع الجامعة. وعنا كذلك الأمر طبعا نوصل نحن لآخر صفحاته، هذه تقريبا بآخر صفحاته. وعنا هون المهم شو بدنا نحن، المهم هيدا هو الكتيب. هاي الصفحة الأخيرة تبعيتو. المهم هو 20 صفحة. طبعا نحن عاملين هذا الكتيب ليتوزع للشعراء، يتوزع